شكرا السيد العامل المحترم، السيد وزير الجهد والنقل، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد كاتب العام المحترم، السادة البرلمانيون.
محترم واش بناء ولا تهيئة؟ واحد النوع ديال الطرق قلنا في الدخول ما عندناش الحل الا ديال التهيئة حتى كندوز من الداخل كندير ما عندناش حل اساسي. لكن مع الوزير حنا راه عندنا اتفاقية في هذا الشمال. ولكن راه فيها تبدا على ما ما عندناش حل، هذا الشيء راه بالمناسبة كاع الطرق اللي تم بناء النهار الأول ثبت أنه مصدر. وراء التهيئة ما نجحش على مستوى هذا الإطار. عام ونصف سد البناء ديالو، راه تما تستطيع. بالنسبة كاينة واحد الطريق أخرى، سي الوزير المحترم، اللي بغينا دوك البرنامج ديال الشطر التالي. حنا حطينا فيه الاولويات، واش غادي يتفعل ولا نتفقوا على حساب عاود برنامج جديد اللي غادي نحطوا فيها حنا مشاريع ذات الصبغه الاولويه؟ وكان عني بهذا 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 الكلام هذا الطريق الذي يربط جماعه اولاد بوبكر بجماعه افسو تابعه لاقليم الناظور على امتداد 22 كيلومتر. هذا السيد الوزير كان عنده دراسة، ولكن إلى يومنا هذا ما تفعلتش ودخلنا في الشطر الثالث. نحن اتفقنا هنا على مستوى المديرية ديالكم والجماعات المحلية غادي نطلقوا واحد البرنامج يسمى الشطر الثالث. أما بالنسبة سيد الوزير المحترم على مستوى قيادة عين الزهرة، فعندنا مشاكل في جوج طرقان. الأول كيتعلق الطريق الذي يربط عين الزهرة بإقليم تازة عبر مزقيتان. هذا الطريق سيد الوزير المحترم خص يتاخذ بعين الاعتبار لما له من أهمية بالغة من أجل بناء، لأنه نفس المشكل تأكل جنبة الطريق وأصبحت خطيرة على مستعمليه.